الكهف خبر موسى والخضر عليهما السلام، وخبرهما كخبر أصحاب الكهف ذائع مشهور، لكن نقف عند بعضه، وهي قصة الجدار. قال الله عز وجل: فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أي الخضر. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي أن موسى عاتب الخضر بما أنهم لم يأبوا بنا ولم يضيفونا مع أننا استطعمناهم، فكان حقا أن تطلب منهم أجرا، بذلكم الأجر نقتات. فكلام موسى يتفق مع الرؤية العقلية بكل ظاهره، لكن الخضر أقام الجدار دون أن يلتفت إلى حفاوة الناس به، فكان ذلك سببا لفراق موسى معه. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم أخذ يعدد له الأمر المبهم إلى أمر جلي واضح: أما السفينة فكانت، وأما الغلام فكان أبواه. ثم أتى إلى الجدار، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لا يوجد والد سوي إلا وفيه حدب على ابنه أن الله عز وجل يحفظه، والله يحفظ، كما قال يعقوب عليه السلام: فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ونبينا عليه السلام كان يضع يده الطاهرة الشريفة المباركة على رأس الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وهذا تعليم لنا بالأسباب أن نلجأ إلى الله الملك الغلام. حدب الوالد، شفقة الوالد تتفق مع الفطرة، وسعي في حفظ أبنائه حق لا يواليه في ذلك أحد، لكن السعي ينقسم إلى أمرين: أمر أخذ بالأسباب، وقد صنعه ذلك الرجل الصالح، فالله يقول عنه: وكان أبوهما صالحا. لا يلزم من الصلاح أن يكون الإنسان فقيرا معدما رث الثياب لا يعبأ به أحد، لا يلزم، فإن الله يقول: وكان تحته كنز لهما. والكنز من جمعه؟ جمعه هذا الأب الصالح، هو الذي جمعه وهو الذي ادخره لأبنائه. فليس في الإسلام أن الإنسان ينبذ يترك ويقول: لم يشرع الله هذا، فإن الله نعت الأب بأنه أب صالح وأن لديه كنز وأن الكنز تحت جدار وأنه حفظه لأبنائه. هذا كله أخذ بالأسباب ولا يلام العاقل عليه، لكن ما الذي نفع أعظم؟ نفع صلاحه وتقواه مع ربه. وقد جاء في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي موسى الأشعري شيء قريب من هذا المعنى، فإنه كتب إلى موسى في آخر كتابه رضي الله عنه وأرضاه، قال: فإن من أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله خلقه، ومن تزين للناس بما ليس فيه شانه الله. نعوذ بالله أن نتكل على أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك. والمراد فهم كلام عمر أن الإنسان يصلح ما بينه وبين الله في السر والعلانية، في الغيب والشهادة، فيما يتعلق بمعاملته مع الناس أو معاملته قبل ذلك مع ربه جل وعلا. فكل ما غلب على ظنك أن فيه مرضاة لله فأته فوق كل أرض وتحت كل سماء. ما غلب على ظنك واستبان لك أن فيه إتيانه معصية لله فاترك، ولو كان فيه رضا نفسك، فإن الله لن ينصرك بشيء أعظم من طاعتك له وإخلاص السريرة له وصدق النية معه. ومن رأى في أحوال الأخيار الصالحين من الصحابة والتابعين ومن الأنبياء قبلهم ممن زكاهم الله وظهرت تزكيتهم جلية لا يرتاب فيها مؤمن، رأى أنهم ما سادوا إلا بعظيم الصلاح وصدق السريرة مع ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأكرم الله الابن الولدين، أكرم الله الغلامين اليتيمين
صنع بهم ما صنع، أتى الله بالخضر، أتى الله بموسى لهذه القرية على غير ما اتفاق ولا برغبة من أهلها، بل على كره، حتى يستقيم الجدار، حتى يبلغ اليتيمان، حتى يستعيد الكنز. كل ذلك كرامة، لكرامة ذلك الرجل الصالح عند من؟ عند الله. ولهذا يقولون إن رجلا من الخوارج نازع الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لما الحسن رأى غلظة الخارجي عليه وأنه يشك في أن الله يحفظ الحسن، قال له الحسن: بما حفظ الله مال اليتيمين؟ فقال الخارجي: بصلاح أبيهما. فقال الحسن: والله إن أبي وجدي خير من ذلك الرجل. فعلي رضي الله عنه وأرضاه وجده صلى الله عليه وسلم نبينا حبيبنا شفيعنا خير من ذلك الرجل الصالح على صلاحه. فحفظ الله للحسن والحسين أمر متحقق شرعا. فإن قيل إن الحسين عليه السلام مات شهيدا، فالشهادة درجة رفيعة ومنزلة عالية، وقد أراد الله أن يلحقه بجده عليه الصلاة والسلام. والمراد: وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا بالتخفيف.